السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباحكم مبروك، نهاركم مبروك. اليوم ان شاء الله غنسمعكم الشريده ديال المكور اللي شو. نبدو على بركة الله. كنحتاجو لي شويه، غير نص ديالها على حسب كل واحد، نقسموها على جوج، نقسموها على اربعة، او نديروها كلها. نحتاجو شويه لوز مقلي مسلوق ومقلي، شويه قشور الحامض اللي هو هذا غادي نقشروه، وخيزوليه وحده، وغادي نحتاجو الملح والابزار ومعلقه العسل. خليكم معي، معلقه ديال العسل وشويه الملح وشويه الابزار، معلقه ديال الخل وشويه الزيت. هادو هما التوابل اللي عندنا. غادي دابا ناخذ مكور نقطعو رقيف رقيوق. نبداو على بركه الله. دابا غادي ناخذ مكور نقسموه على جوج، ناخذ غير النص ديالو بالطريقه. غادي نسولو القشره اللي مصالحاش، غادي نبداو نقطعو بهاد الطريقه هادي، كنخليه كيوق. بهاد الطريقة رق منوك كاع إلا قدرتي. كمل ورجع معاك. دابا خدينا هاد القياس، نرقوه شي شويش. دابا غادي نشدو نديرو في الجبانة، وغادي نقربو حدا اخر. غادي ندير فيه شوية الخل باش نعركو، نزيد واحد معلقة كبيرة تقريبا. غنكون غاسلة ديجا يدينا بهاد الطريقة، وكنبقى نعك فيه هكدا، نعك فيه هكدا حتى يطيح باش ميبقاش واقف، باش ما يجيش قاصح في الماكله. كنخلي مرقد واحد ثلث ساعه ربع ساعه كاع، ما تفوتهاش حتى 10 دقائق، ما تفوتهاش كاع. خلي بحال هكا، ويلا عندك الوقت بقى تعرك فيه هكذا وحيد منه هذاك الماء. ما تخافش من الخل، لان حنا غادي غادي نخليوه ينزل من ديك المده اللي كتخليه يرتاح، الماء كينزل لتحت. دابا واحد ربع ساعة أرجع معكم. دابا ها هو خلينا نرتاح واحد ديك ربع ساعة. دابا أنا غادي نبدلو الزلافة، غادي ناخدو هكدا، مغنشلو ما والو، غنخلي غناخدو غير نبدلو زلافة أخرى باش نوريكم الماء اللي شاط منو. شتو ماشي بزاف، حيت عندي القياس غير كدا. دابا غادي نزيدو عليه خيزو وصوبو لاصوص. دابا غادي نزيدو عليه هو هذا، هو القيوق اللي بغي يرقو رق من هادشي رقو. دابا غنزيدو عليه خيزويا محكوكة، نزيدو عليه هاد القشور ديال الحامض، غنزيدو عليه هاد المعلقة ديال العسل، واللي بغي يصوب لاصوص بوحدها يصوبها. نزيدو عليه شوية الملحة، شوية الإبزار، باش نبقاو نعاكو مزيان. هكدا نزيدو شويه الخل، واخا درنا الخل راه هبط ديك الخل، غير نقيطات. شويه الزيت الروميه، زيت المائده يعني، غير نقيطه. ولا بغيتي دير الثومه ديرها، ما بغيتيش بلاش. انا عندي شويه الثومه بالقزبر، غير شويه ماشي بزاف.
على حسب بغيتي ما ديرهاش كاع، انا ما حطيتهاش معاكم صافي وكنعرفكم. وفي التالي كناخذوا شويه كاوكاو، هذه هي الطريقه، كاوكاو لوز اللي كان انا عندي شويه لوز محمر غنعرك معاه شويه هكذا. دابا غادي نصبو معكم ان شاء الله. دابا تنجيبو طبيسيط ديال التقديم غادي نصبو في هاد الطريقه. هكذا تنديرو فوق منه كاوكاو او اللوز هو هذا هكذا. وحنا سالينا الحلقه اليوم بسلطه خفيفه وظريفه بالصحه والعافيه، وتنودعكم في امان الله وحفظه بالصحه والعافيه. وهذه هي الشريطه ديال اليوم. باي.